الحقيقة احنا مش عايزين نقول انها ظاهرة حديثة، هي موجودة زي ما اتفضلتي حضرتك، موجودة على مدار الزمان ومختلف العصور، بس يمكن الاسلوب شوية بيختلف. وبيحصل انه القانون يجب ان يتواءم بقى مع الظروف العصرية الجديدة علشان يجرم الافعال المستحدثة. الأول خلينا نقول إيه، نعرف كده التحرش إزاي ونقول أشكاله ومعانيه، علشان لما نتكلم على العقوبات أو نعرف بالظبط إيه المقصود بقى. عايزة أقول لحضرتك المفهوم إنه التحرش يعني لمس الجسم، الجسد، يعني الاقتراب، يعني فعل مادي. والحقيقة لا، هو التحرش بيشمل معاني أبعد من كده شوية. يعني يقولك إيه، الإيحاءات، الإشارة، الكلمة، أي إشارة أو إيحاء، دي في التعريف القانوني ليها بعد جنسي أو إباحي، دي بتسمى تحرش. يعني المسألة ما بقتش، زمان كانت التحرش يعني فعل مادي يقع على الجسد المجني عليه أو المتحرش به. هو لا، إنه حد يقابلك في السكة في الطريق ويعمل إشارة أو يقول لك كلمة، ده اسمه تحرش. حد زقك كده شوية، اسمه تحرش. حد بعت لك رسالة نصية، ده اسمه تحرش، اللي هو بيسموه كده بالبلدي التحرش الإلكتروني. حد لمس ملابسك، اسمه تحرش. لذلك القانون عمل ايه؟ فرد العقوبات حسب الافعال، هل هي ايحاءات واشاره، ولا هي فعل، ولا هي تحت ضغط واكراه. فالتحرش مش فقط فعل، ده بالنسبه لتعريف التحرش. اشكاله بقى كل ما هو، يعني أنا رأيي الشخصي إنه كل ما هو يمتد إلى إنه يجرح مشاعرك كإنسان مش كأنثى، أو يحطك تحت حتة الخجل، أو إنه يتعرض ليكي شخصيا بشكل غير لائق أخلاقيا أو سلوكيا، ده يعتبر تحرش. قسمها إلى ثلاث أجزاء من العقوبات. الجزء الأول قال لك إيه؟ أي إيحاء أو تلميح جنسي أو إباحي. بصي حضرتك، إحنا ما وصلناش للتعامل المادي، ده بس مجرد إنه بيلمح أو بيوحي، بيستخدم إيحاءات أو إشارات، دي عقوبتها من سنتين لأربع سنين سجن وغرامة لا تقل عن 100,000 جنيه إلى 200,000 جنيه. بصي حضرتك، يعني واحد عمل كده حركة، ده ياخد فيها سنتين الحد الأدنى. تمام. وممكن القاضي بقى في مسألة تقديرية، القاضي الموضوع وهو بينظر ممكن يديله ثلاثة، وممكن يديله الحد الأقصى من العقوبة. تمام. طيب، لو امتد الموضوع إلى الظرف مشدد، يعني إيه ظرف مشدد؟ يعني واحد مثلا ليه سلطة على المجني عليه، سلطة على الشخص المتحرش به، زي ايه مثلا؟ مدير او صاحب عمل. صحيح. تحرش بالموظفة، هنا هو ليه سلطة عليها من ناحية خايفة على أكل عيشها، خايفة تفقد وظيفتها، مضطرة تسكت، مضطرة إنها ما تبلغش، مضطرة. هنا حضرتك العقوبة دي اللي ليه سلطة، حتى بيقولك كمان
في سلطه تعليميه صحيح وسلطه صحيح تربويه. صحيح صحيح. المدرس اللي بيدرس في الحصص سواء ولد او بنت واطفال صغيرين او حتى كبار اعداد وسن، انا هسقطك في الماده دي. لو اتكلمت انا مش هديك درجات، طب لو سكت ده انا هديك كمان درجات كويسه وهنجحك في الماده دي. اصبح هنا في ترغيب وترهيب، ده اسمه في القانون ظرف مشدد، بتمتد العقوبه فيه من 5 سنين الى 7 سنين. صحيح. والغرامه بتكون 300,000. ده الجزء اللي هو ايه مقترن بالظرف المشدد. تمام. طيب ده كمان في تصرف اخر يصل الى الجنايه اللي هي الجنايات عقوبتها من 7 سنين الى 25 سنه. صحيح. في حاله ايه بقى؟ تهديد. انا هددته، هددت الطفل ده، او مش لازم طفل يعني المجني عليه، المجني عليه عموما او ضحيه كل احوال. استخدمت التهديد، خدته في حته بعيده، كتفته، كتمت صوته، طلعت له سكينه، طلعت له سلاح، قلت له ده انا هعمل فيك كذا، ده انا هرميك في الشارع، ده انا هقول لبابا وماما يعملوا فيك كذا. اصبح هنا هو تحت التهديد. هنا تحولنا بقى الى جنايه. صحيح. الجنايه دي هيبدا القاضي يبدا العقوبه الاولى بسم الله كده 7 سنين. والغرامات اقصى عقوبه ليها ايه يا دكتوره؟ ما هو عندك الجنايه من 7 سنين ل 25 سنه. تمام. فدي مدة العقوبة دي وفقا للأدلة والمستندات وتقدير القاضي، تقدير قاضي الموضوع، لأنه دايما قاضي الموضوع عنده سلطة تقديرية، خاصة في قوانين العقوبات، جنح وجنح مستأنفة وجنايات، قاضي الموضوع عنده سلطة تقديرية والقانون بيديله السلطة دي. يعني أنا قاعد كده بحقق في القضية دي، شفت كده المتهم ده قدامي عمل كذا، شفت كده أنا حاسس إنه لازم يتأدب شوية. أنا وقائع ارتكابه للجريمة دي كانت شكلها ازاي؟ تفاصيلها، خلفياتها، هل بشكل عابر طارق بتاع وقته، ولا في تخطيط مسبق، ولا كان هو بيرتب انه يستدرج الطفل ده ورتب له ازاي يخطفه، ازاي ياخده، ازاي يوديه المكان المهجور ده او الحته الضلمه دي، او ازاي يستدرجه بطريقه ما، او بنت او ست لقاها ماشيه في الشارع بالليل في الضلمه، قال لها اساعدك، طب تعالى اوصلك. صحيح. القاضي بيدرس وقائع هذه الجريمه حصلت ازاي، وهو بقى اللي بيقيم العقوبه. ولذلك محكمه النقض ملهاش رقابه على القاضي في تقدير العقوبه، لا تراقبه وفقا لتقديره ومشاهداته الشخصيه، عشان العداله تدي مساحه للقاضي انه يدي العقوبه. يعني مثلا ممكن يشوف واحد اول مره في حياته والظروف ساقته الى هذا الموضوع، وانه هو طالب في الجامعه وانه يخاف على مستقبله، فيبقى في بعض الاعتبارات الانسانيه، ممكن يديله بدل ما هيديله 10 سنين 15 سنه يديله 7 سنين اللي هو الحد الادنى من العقوبه مثلا. يعني اولا انا لما اسكت فهذا الشخص المتحرش هياخد مساحه اكبر ضدي. فالموضوع ان ما تعرفش النهارده بطريقه ان واحد اتعرض لي في الطريق، هيبقى في واحد هيسجل لي افلام ويستخدمها ضدي. اذا انا لما تركته في المرحله الاولى انتقل بيا، هو خد مساحه اكبر من الحرية في إيذائي، فيبدأ المسألة تبقى أبشع، في صورة أبشع. تاني حاجة المفروض المسألة يكون فيها نوع من الوعي الاجتماعي، يعني عدم قبول هذا الشخص في المجتمع بينا. أنا مش بس بحمي نفسي وبحمي بنتي، ده أنا كمان بحمي المجتمع وبحمي الآخرين، إنه هذا الشخص إذا كان مريض نفسيا او غير سوي يخضع للعلاج، واذا كان متعمد بهذا السلوك الغير اخلاقي يبقى ياخد العقوبه. هو لما هياخد العقوبه كل اللي حواليه هيتحفظوا
في سلوكياتهم هم. صحيح. حتى لو في أشخاص آخرين هم سلوكياتهم متحرشين بيبدأ يقول لا ده حصل معاه كذا وكذا. إذن هو بيبقى مسألة رادعة. صحيح. ليه هو شخصيا ولمن ولأمثاله. هو دايما الإجراء اللي فيه وقاية لازم يكون موجود. بمعنى انه الشركات الإلكترونية اللي هي بتعتمد على الابليكيشن زي ما تفضلتي حضرتك المفروض انه يكون عندها معايير مش جودة العربية لا يعني هو كانت دايما تعتمد على انه العربية اللي انت هتركبيها دي مستواها ايه من ناحية المواصفات والنظافة والراحة. لكن انا بتفق مع حضرتك انه لازم يكون في معايير شخصية للسائق، يتعمل له اختبارات صحية، يتعمل له مقابلة شخصية انترفيو، اقيم هذا الشخص من ناحية اعمل عنه استعلام امني. صحيح. اشوفه هل هذا السائق سبق صدرت ضده احكام، هل هو عنده ملف غير اخلاقي، هل هو مطلوب، هل هو شخص بيعاني من امراض نفسية، هل هو شخص مدمن، هل هو شخص متعاطي، هل هو المفروض دي كلها مواصفات المفروض التأكد منها قبل ما أدي تصريح لهذا السائق أنه يبقى هو على هذا الأبليكيشن. الشخصية المتحرش هو مش مرتبط بثقافة، لكن أنا بقول دايما إيه؟ أنه المسألة بترجع لجزئيتين، التربية الأخلاقية اللي تربى عليها في هذا البيت اللي نشأ فيه، والخوف من ربنا، لأنه صحيح. هو لو عنده قدر من التقوى هيتخيل أنه اللي أنا بعمله ده لو هو اتعمل في بنتي وأختي ومراتي وأمي أنا هتقبل هذا الشعور إزاي. لو هو حط نفسه في هذا الموقف هتلاقيه هو يتراجع. لكن دايما شخص المتحرش هو شخص مش متوازن نفسيا، فاقد حتة التمييز، ما عندوش مسألة اني انا بميز هذا السلوك او اني انا بعمل كنترول على نفسي. مسألة انه ممكن واحد يكون عنده الشعور الغريزي عالي جدا بس هو عنده حتة الكنترول على نفسه، لا لا أخاف على اسمي، أخاف على سمعتي، أخاف من ربنا، أخاف. وده بيفرق من الإنسان عن الحيوان في هذه الغريزة. على فكرة ده الحيوانات عندهم رولز قواعد صحيح. إلهية مخلوقين عليها لا يتجاوزوها بالمناسبة. صحيح. يعني صحيح. ده هم لا ده الحيوانات أرحم بكتير بجد والله. يعني فدايما سلوكيات الشخص المتحرش ممكن ما تقدريش تتوقعي انه هذا الشخص متحرش، لانه على قدر من العلم والثقافة والموقع الوظيفي وفي اللحظة بيظهر بصورة صادمة تلاقيه بيأتي بيأتي بأفعال. يعني انا قابلت قضية زمان فكانت قضية كبيرة والمتحرش كان شخصية موظف دولة كبير، فهو بيقول أنا مظلوم، يعني أنتوا ليه العبء كله علي أنا، لا أنا مظلوم، إيه هو وجه ظلمك؟ قال لك الشخصية اللي قدامي دي البنت اللي قدامي دي هي كانت لابسة لبس مثير جدا فبالتالي هي لازم تخضع للعقوبة يعني أو تتحمل جزء أو أني أنا تخفف علي العقوبة، ده كان دفاعه، أو تخفف علي العقوبة لأنه في دافع من عندها هي، ولولا هي كانت بهذا المنظر المثير جدا واللبس الشفاف وانا ما كنتش اتحرك ناحيتها. هو الحقيقه
هو بيحاول يلقي بتصرفه الخاطئ ده او بجريمته دي الى الطرف الاخر المجني عليه، ويطلع نفسه كمان هو كمان ضحيه. بالظبط، ما هو هو بيحاول يجد لنفسه مبرر للفعل اللي هو ارتكبه. صحيح. ان التحرش مش للانثى بس، الطفل، الكبار، صحيح، الرجاله، الشباب. المساله المفهومنا العام انه التحرش بالسيدات او الانسات او الانثى يعني، لكن الحقيقه ابشع انواع التحرش، وعايز اقول لحضرتك النسبه الاعلى من التحرش هي بالاطفال. صحيح صحيح، للاسف. وده جريمه بشعة، لأنه الطفل لا حول له ولا قوة. صحيح. والتحرش ما يقدرش ان هو يدافع عن نفسه، مش أو فاهم، أو مش فاهم، أو يعبر فاهم عن اللي حصل. هو يعني اللي بيحصل له إنه دايما اللي بيتحرش بيه هو حد أكبر منه، حد واعي، حد فاهم هو بيعمل إيه من سلوك مع هذا الطفل. الطفل بيبقى منعدم الرؤية، بيبقى مش عارف هو اللي بيحصل ده ايه، ده طبيعي ولا مش طبيعي، بس هو بيبقى خايف، بيبقى صحيح مرعوب. وبالتالي يعني ده يعتبر ابشع صحيح انواع التحرش. صحيح. وهو انتهاك لآدمية هذا الطفل. انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه، معظم المتحرشين في طفولتهم تعرضوا لهذه مثل هذه المواقف، فاصبح هو عنده شعور بالانتقام من اي حد يقابله، طفل، بنت، راجل، فبيترجم ده في ممارسه بقى فعليه لما انتقامية بينبر، هو اللي في ممارسه انتقاميه. والابشع من كده كمان ان هو بيقول لك ايه، ده انا تم الاعتداء على جسدي وادميتي وطفولتي ومحدش خد حقي. ايوه صحيح. فهو بتلاقي هو تحول واصبح شخص في المجتمع مؤذي وشخص ضار جدا بالمجتمع. هو تمادى، او لما انت سكتي عنه شويه فهو خد المرحله اللي بعدها، فتمادى شويه فلقاكي متجاوبه والموضوع بالنسبه لك عادي، فخد المرحله اللي بعدها حتى ممكن يصل كده يزود بقى يعني. يبدا يزود. لكن تقدري تعملي كنترول وتقدري تحاكميه. القصه في ايه؟ القصه اني انا لاحظت انه الناس بتخاف، بتخاف تبلغ عن الشخص المتحرش. صحيح. بتخاف تروح تعمل شكوى، بتخاف تعمل قضية، تقول لك. وخاصة على فكرة الآباء بيخافوا على أولادهم إن هو يروح يعمل، يقول لك أنا مش عايز ابني أو بنتي يتقال عليه أو تطلع عليه مستقبلا سمعة إن هو تم التحرش بيه، وتفضل هذه السمعة ملازمة في حياته. والستات الكبار أو البنات بيخافوا. صحيح. أنا عايزة أقول إن هذا الخوف هو اللي بيدي مساحة للمتحرشين إنه يتمادوا. ليه؟ لأنه أنا ما فيش حد تصدى لهذا السلوك الغير أخلاقي. صحيح. والمجتمع إلى حد ما يعني كان لغاية فترة قريبة كانوا بيخافوا قوي من المسألة دي. لكن المتحرش ده بقى دلوقتي بيستخدم وسائل جديدة جدا علشان يحمي بيها نفسه، بمعنى استخدم التكنولوجيا، ياخد صورتك ينزلها. صحيح. من الموقع. صحيح. ويحطها على اي جسد اخر في صور اباحية ويهددك بيها ويقول لك بصي انا عندي ليكي افلام، انا هنزلها على المواقع التواصل، او يبقى في ابتزاز مادي مثلا يعني كنموذج بقى. يتحول بعد كده الى ابتزاز مادي وجسدي. صحيح. انا عايزه اقول ايه، المساله بقت كل يوم في جديد، وبقت عمليه صراحه مرعبه. صحيح.
عايز اقول لحضرتك حاجه. الفتره اللي فاتت انا لسه راجعه من سفريه من اكتر من حوالي 12 يوم، لاحظت حاجه. لما كنت بطلب اتنقل بعربيه بالابلكيشن، اول تاكسي اللي واقف قدام الاوتيل، تعرفي حضرتك انه على المرايه متركب كاميرا صغيره. الكاميرا دي لايف، صوت وصوره مع الاداره، مع مركز الاداره. انا الحقيقه في البدايه ما كنتش واخده بالي منها، وبعدين لقيت انه قدامي عدسه كاميرا، فانا بسال السواق بقول له ايه ده؟ قال لي دي كاميرات لايف، لا يمكن انا اتحرك الا يبقى في بث مباشر للرحله لايف من اول بما فيها السواق كلمك ازاي؟ اتعامل معاك ازاي؟ انت كراكب اتعاملتي معاه ازاي؟ هل نظر لك نظره غير لائقه؟ هل قال كلمه؟ هل صحيح اي تصرف انا بعتبر ده بصراحه حمايه رائعه جدا، وسيله رائعه جدا. متراقب طول الوقت، فما فيش مجال ان هو يتجاوز. بالظبط، مش المساله طريق وانه العربيه ماشيه لايف لوكيشن من هنا لهنا خلاص وصلنا نهايه الرحله انتهت الرحله، لا، ده تصوير لايف مباشر بالصوت والصوره. صحيح. اعتقد ان دي وسيله جيده جدا. لكن أنا عايزة أقول حاجة تتعلق بمن هو المتحرش، سلوكي إيه؟ لأنه بعض الناس يقول لك إيه، والله ده المتحرش ده شخص مش متربي، ده شخص ما عندوش دين، ده شخص غير سوي أخلاقي، ده شخص يكون جاهل مش متعلم. لا، هو الحقيقة مش مرتبط بهذه المعايير، لكن ممكن تقول ايه، طب انا ازاي اعرف الشخص المتحرش؟ اعرفه ازاي؟ يعني ايه مواصفاته علشان اقول والله الشخص ده متحرش؟ بتلاقي دايما يعني كان متفق على انه الشخص المتحرش كده تقدري تحطي له كده مواصفات ومعايير اقدر استنتج منها مقدما ان الشخص ده متحرش. بتلاقيه في سلوكه العام شخص اجريسيف كده، شخص عنيف، شخص شعوره دايما في نوع من القسوة. بتلاقيه شخص مش سوي اجتماعيا أو اقتصاديا، شخص عنده دايما في ذهنه بيركز على الجزئية دي بالتحديد، بيركز على الجسد، بيركز على الجنس، بيركز، وحتى تقدري تعرفيه من نظراته يعني. صح. القصة في ايه؟ القصة في انه عندك نصوص غلظت عقوبات التحرش، وده هنيجي بقى للجزء اللي بعده، تفعيل هذا القانون، تفعيله بانضباط يعتمد بقى على مين كمان؟ على المجتمع. صحيح. حضرتك بلغتي ولا لا؟ خدتي اجراء ولا سكتي وتحفظتي ودريتي على الموضوع وحاولتي؟ انا أدعو إنه الجهات التحقيق سواء النيابة المحكمة إنه هذا النوع من القضايا يباشر في جلسات مغلقة مش طبعاً علنية. طبعا مهم جدا. هو مهم لكنه مش بيحصل، لأنه أصل التشريع أن الجلسات علنية، علنية الجلسات، لكن انا ارى انه علنيه الجلسات دي في القضايا التجاريه والاقتصاديه والمدنيه لكن الامور متعلقه بالشرف والاخلاقيات يفترض انها تكون في جلسه مغلقه. صحيح. الجلسه مقفوله، ودي على فكره انا شفتها في دول كتيره جدا النوع ده بالتحديد من القضايا. وكمان بيعملوا حاجه تانية، قضايا الاحوال الشخصيه، احوال الشخصيه ما بتبقاش علنيه.